السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم جميعا في شركة تطوير للخدمات التعليمية ونتمنى لكم التوفيق. موضوع درسنا لهذا اليوم هو عن المدرجات التكرارية لمادة الرياضيات الصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني. في درس اليوم سوف نتعرف على كيفية تكوين المدرج التكراري، كيف نرسم هذا المدرج، والجزء الثاني من الدرس كيف نحلل البيانات ونفسرها من مدرج تكراري موجود لدينا مسبقا. بداية مع استعد. أجرى عزام دراسة على سكان الوطن العربي، والجدول المجاور يبين نتائج الدراسة. عزام بعد ما أجرى هذه الدراسة كون هذا الجدول التكراري الذي يحتوي على ثلاث أعمدة. العمود الأول يحتوي على فئات أعداد السكان، وهذه الفئات بالمليون، والعمود الثاني يحتوي على الإشارات، وأما الثالث على عدد الدول. السؤال: ماذا تلاحظ على أطوال الفئات في الجدول؟ لو نظرنا إلى هذه الفئات، الفئة الأولى من 0 إلى 14 مليون، والفئة الثانية من 15 إلى 29 مليون، والتي تليها من 30 إلى 44، والتي تليها من 45 إلى 59، بعد ذلك من 60 إلى 74، وأخيرا من 75 إلى 79. خلال قراءتنا إلى هذه الفئات ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الفئات غير متداخلة، أي بمعنى بدأ في البداية من 0 إلى 14 مليون، ثم التي تليها الفئة كانت بدأت من 15 إلى 29، والتي تليها من 30 إلى 44، وهكذا. إذن الملاحظة الأولى أن الفئات غير متداخلة، هل يوجد ملاحظة ثانية على هذه الفئات؟ نلاحظ أيضا أن كل فئة تحتوي على كم رقم؟ لو نظرنا من 0 إلى 14، إذا شملنا معنا 0 والعدد 14 نجد أنه يوجد لدينا 15 رقما، وأيضا الفئة التي تليها لو عدينا الأرقام المشمولة فيها نجد أنها 15، وهكذا. إذا نلاحظ على أن جميع الفئات متساوية ولا يوجد بينها تداخل. إذا فكرنا أن ننشئ جدول تكراري، يجب أن نأخذ هذا في عين الاعتبار، أن تكون الفئات متساوية ولا يوجد تداخل بينها. السؤال الثاني: ما عدد الدول التي عدد سكانها أكبر من أو يساوي 15 مليون نسمة ويقل عن 45 مليون نسمة؟ الآن الفئات عندي جاهزة، كيف أستطيع أن أعرف عدد الدول التي عدد سكانها أكبر من أو يساوي 15 مليون نسمة ويقل عن 45؟ أي فئة من هذه الفئات سوف نختارها لنجاوب على هذا السؤال؟ نلاحظ أن الجزء الأول أكبر من أو يساوي 15، هذا يعني نأخذ الفئة الثانية. طيب بعد ذلك ويقل عن 45، إذن الثالثة نشملها، والرابعة لا، إذن فنأخذ هذه الفئتين. الفئة الأولى فيها 4 دول، وهذه الفئة فيها 3، إذن كم عدد الدول؟ عدد الدول هو 7 دول. إذن يمكن تمثيل البيانات في الجدول التكراري باستعمال المدرج التكراري. والمدرج التكراري هو تمثيل بياني يعرض البيانات العددية منظمة في فئات متساوية. إذن المدرج التكراري ما يميزه أنه يكون منظم، يسهل قراءته، ويعرض هذه البيانات في ضمن فئات متساوية. نأخذ الآن مثال على رسم المدرجات التكرارية. تظهر البيانات أدناها الزمن الذي استغرقه كل طالب من طلاب المرحلة المتوسطة في ممارسة الأنشطة الرياضية. السؤال: كون مدرجا تكراريا يمثل هذه البيانات. لدي هذه المعلومات، نريد أن نجعلها في مدرج تكراري. لكي نرسمها في مدرج تكراري يجب أن نتبع خطوات معينة. بداية يجب أن نحدد مدة أقصر تدريب. لو ننظر إلى هذه البيانات نجد أن مدة أقصر التدريب هي كم؟ هي 89. إذن نقول أن أقصر تدريب
وتسعة وثمانين دقيقة. بعد ذلك نريد أن نختار أو نبحث عن أطول مدة تدريب، المدة الأطول. طيب نقول أطول تدريب الذي يشمل كم دقيقة؟ أطول تدريب حسب المعلومات الموجودة لدينا نجد أن 219 هي أطول مدة للتدريب، فنكتب 219. طيب السؤال، لماذا اخترنا أقصر وأطول مدة؟ لأن نريد أن نرسم جدول تكراري، هذا الجدول يساعدنا بعد ذلك في إنشاء المدرج. إذا الخطوة التالية نرسم جدول تكراري يحتوي على ثلاثة أعمدة، العمود الأول يختص بالزمن، ثم الإشارات، ثم التكرار. الزمن هذه أهم عمود يجب أن نضع فيه البيانات، هذا الزمن يجب أن نضع فيه البيانات بشكل مرتب بحيث تكون متساوية وغير متداخلة. نجد أن أقصر تدريب كتبناه هو 89 وأطول تدريب هو 219. الآن نريد أن نضع فئات، وتستطيع أن تضع فئات تكونها من عندك، ولكن يجب أن تكون هذه الفئات غير متداخلة ومتساوية. الآن نريد أن نضع فئات، فاقترحنا أن نضع الفئة الأولى تشمل من العدد أو من 81 دقيقة إلى 110، بعد ذلك من 111 دقيقة إلى 140، بعد ذلك 141 إلى 170، بعد ذلك 171 إلى 200، وأخيرا من 201 إلى 230. نلاحظ كل الفئات متساوية وغير متداخلة، والفئات أيضا تشمل جميع المعلومات التي لدينا، لذلك حددنا أقصر مدة وأطول مدة. واضح؟ فمثلا ما يصير أني أنا أبدأ الفئات مثلا من الصفر إلى العشرين. طب هذه الفئة واضح أنه لا يوجد ولا مدة من هذه من الأوقات التي لدينا من الصفر إلى العشرين، تبدأ البداية من 89، فبدأنا قبلها ب81 إلى 110 وضعنا الفئة الأولى. الآن نريد أن نضع كل رقم في الفئة المناسبة له، فمثلا نبدأ بالبداية الرقم 135. 135 عند أي فئة نضعه؟ عند الفئة الثانية، نضع شرطة. بعد ذلك 144 في أي فئة؟ في الفئة الثالثة، نضع شرطة. ثم 106 عند أي فئة؟ 106 عند الفئة الأولى. بعد ذلك 118 عند أي فئة؟ 118 عند الفئة الثانية. بعد ذلك 89، 89 عند الفئة الأولى. 104 عند أي فئة؟ عند الفئة الأولى أيضا. 127 عند أي فئة؟ عند الفئة الثانية. ثم 138 عند أي فئة نضع 138؟ عند الفئة الثانية. ثم 142 عند أي فئة نضع هذا الرقم أو هذا الزمن؟ عند الفئة الثالثة. بعد ذلك 135 ونضع عند الفئة الثانية. لحظة، عند كل أربع شرطات، الشرطة الخامسة نقفل هذه الأربعة فتصبح كالحزمة. إذن الآن 135 المفروض نضعها في هذه الفئة، لدينا هنا أربع شرطات، الشرطة الخامسة نقفل هذه الأربعة. الآن نعود مرة أخرى، 134 يكون مكانها أيضا في الفئة، نبدأ من جديد. 118 عند أي فئة؟ عند الفئة الثانية. ثم 219 عند أي فئة؟ عند الفئة الأخيرة. 94 عند أي فئة؟ عند الفئة الأولى. نلاحظ هنا ثلاثة، نكمل الرابع. 116 عند أي فئة؟ عند الفئة الثانية. بعد ذلك 110 في الفئة الأولى، نلاحظ هنا أربع شرطات، الشرطة الخامسة نشطبها. 96 عند أي فئة؟ عند الفئة الأولى أيضا. والمية وخمسة وخمسين في أي فئة؟ في الفئة الثالثة. ثم 91 عند أي فئة؟ عند الفئة الأولى. وأخيرا 101 نضعها عند أي فئة؟
عند الفئة الأولى. الآن وضعنا جميع الأرقام هذه الموجودة لدينا، المعلومات وضعناها في الجدول التكراري. الآن نريد أن نكتب عدد التكرار، نلاحظ كل حزمة بخمسة، فهنا 5 زائد 3 التكرار هنا 8، وهنا أيضا 5 زائد 3 أيضا 8، هنا 3 وهنا 0 وأخيرا 1. الخطوة التالية نريد الآن أن نرسم جدول تكراري أو مدرج تكراري. لكي نرسم مدرج تكراري، بداية نضع محور الصادات ومحور السينات. محور الصادات يشمل عدد الطلاب الذي هو التكرار، ومحور السينات نضع فيه الفئات التي كتبناها من 81 إلى 110 إلى 201 إلى 230. الآن نرسم الآن أعمدة لكل فئة بحيث يساوي ارتفاعه التكرار الذي حصلنا عليه. فالفئة الأولى من 81 إلى 110 العمود إلى الرقم كم؟ إلى الرقم 8. بعد ذلك من 111 إلى 140 العمود نرسمه إلى أي رقم؟ حسب التكرار هنا 8، متساوي مع الفئة التي قبله. بعد ذلك من 141 إلى 170 كم التكرار كان؟ 3. بعد ذلك من 171 إلى 200 لا يوجد أي تكرار، فبالتالي 0، لا نرسم أي عمود. أخيرا من 201 إلى 230 نجد أن التكرار هو 1. هنا انتهى المدرج التكراري. في المدرج التكراري عندنا ملاحظة مهمة. بداية أنه في فئات، المدرج التكراري دائما نميزه يكون موجود في فئات في المحور السيني. وأيضا الأعمدة متلاصقة، الأعمدة متلاصقة ولا يوجد بينها فراغات. الآن نريد أن نستخرج البيانات من المدرجات التكرارية. بداية مع هذا المثال، ما عدد القوارب التي أبحر كل منها 400 دقيقة على الأقل؟ لابد أن نعرف ما المعني ب400 دقيقة على الأقل، يعني أقل شيء 400 دقيقة. عندنا هذا المدرج التكراري مرسوم جاهز، عنوانه مدة الإبحار، فيه هنا عدد القوارب وهنا الفئات. الآن يريدنا أن نحدد عدد القوارب التي أبحر كل منها 400 دقيقة على الأقل. إذا نأخذ أي فئة من هذه الفئات، يقول 400 دقيقة على الأقل، يعني نأخذ الفئات التي من 400 وما فوق. ولو نلاحظ هذه الفئات نجد أن 400 بدأت في هذا العمود هنا من 400 إلى 499. هذا العمود كم عدد القوارب التي أبحرت فيه؟ نلاحظ أن عدد القوارب هي كم؟ هي 5. وأيضا أخذ العمود الذي بعده لأنه يريد الأقل شيء 400، يعني 400 وأكثر. فمن 500 إلى 595 إلى 599 عفوا، كم عدد القوارب هنا؟ نلاحظ أن عدد القوارب هنا 2. إذا جينا نجاوب على هذا السؤال نجد أن هناك 5 قوارب أبحر ما بين 400 و499 دقيقة، وهذا هو العمود. وأيضا هناك قاربان ما بين 500 إلى 599 دقيقة، وهذا هو العمود الذي يشمل القاربان. الآن كيف نوجد الناتج؟ نجمع الناتجين، 5 زائد 2 يساوي 7. إذا عدد القوارب التي أبحرت 400 دقيقة على الأقل هي 7 قوارب. مثال آخر، ما نسبة القوارب التي أبحرت 199 دقيقة على الأكثر؟ يعني أكثر شيء 199، يعني 199 وأقل من ذلك. أولا لكي نوجد النسبة، ما هو القانون اللي نستخدمه لكي نوجد أي نسبة؟ كنا نقسم الجزء على الكل. إذن الخطوة الأولى لابد أني أجمع جميع القوارب الموجودة لدي في المدرج التكراري. فنلاحظ العمود الأول حسب الرسمة في 17 قارب، والعمود الثاني يوجد فيه 4 قوارب، العمود الذي يليه يوجد فيه قارب واحد، ثم هنا 0، بعد ذلك هذا العمود يحتوي على 5 قوارب
وأخيرا العمود الأخير 2. إذا لابد في البداية أن أجمع هذه الأرقام مع بعض، فنقول إنه مجموع القوارب 17 زائد 4 زائد 1 زائد 5 زائد 2 يساوي كم؟ 29 قارب. بعد ذلك نريد عدد القوارب التي أبحرت 199 على الأكثر، 199 دقيقة على الأكثر. لكي نوجد هذا العدد لابد أن نقسم الجزء على الكل. كم عدد القوارب التي أبحرت 199 على الأكثر؟ يعني أكثر شيء 199. نلاحظ حسب الفئات، الفئة الأولى من 0 إلى 99 نأخذ الفئة الأولى، الفئة الثانية من 100 إلى 199 أيضا نأخذ الفئة الثانية. نكتفي بهذه الفئتين الأولى والثانية، هي التي أبحرت 199 دقيقة على الأكثر. إذا عدد هذه القوارب هو 17 زائد 4 ويساوي 21 قارب. طيب كيف أوجد النسبة؟ نقسم 21 على 29 اللي هو الجزء على الكل، يطلع الناتج تقريبا 72%، ولكي نحولها إلى نسبة مئوية فإنها تساوي 72% بعد ما نضربها في 100. إذا عدد القوارب التي أبحرت 199 دقيقة على الأكثر هي 72%، نسبتها 72%. سؤال آخر، هذا السؤال مهم. ما أكبر زمن أبحره قارب على حسب المدرج التكرار المرسوم أمامنا؟ نفس التمثيل البياني أو نفس المدرج التكرار السابق. السؤال، ما أكبر زمن أبحره قارب؟ الأزمان عندي موجودة في محور السين، ونلاحظ الفئة التي فيها أكبر زمن هي من 500 إلى 599. بعض الطلاب مباشرة يجاوب يقول يا أستاذ الإجابة هي 599، وهذا خطأ. لماذا؟ لا نستطيع تحديد بالضبط من التمثيل أو من المدرج التكراري، لكننا نعرف أنه ضمن الفترة من 500 إلى 599، والتي هي أكبر فترة زمنية، ولكن لا نستطيع أن نقول أنه 599 بالضبط، ولكن نعلم أنه ضمن هذه الفئة، فبالتالي لا نستطيع أن نحدد من هذا الرسم، وهذا ما يعيب المدرج التكراري، أننا لا نستطيع أن نحدد بالضبط كم الزمن مثل هذا المثال. اختر الإجابة الصحيحة. أي الجمل الآتية صحيحة وفقا للمدرج التكراري المجاور؟ لو نظرنا إلى هذا المدرج التكراري ولدينا هذه الثلاثة جمل، أي جملة تنطبق على هذا المدرج؟ أي جملة صحيحة بالنسبة لهذا المدرج؟ بداية لابد أن نقرأ المدرج بشكل جيد. العنوان هو كمية السكر في رقائق حبوب الإفطار، ولدينا هنا فئات من 0 إلى 2 جرام، من 3 إلى 5 جرامات، ومن 6 إلى 8 جرامات، وأخيرا من 9 إلى 11 جرام، وهنا عدد الرقائق من 0 إلى 14. هل نستطيع أن نقول أن أقل عدد من الجرامات موجودة في رقائق حبوب الإفطار هو 0؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأن المدرج التكراري لا نستطيع أن نحدد بالضبط، لكن نعلم أنه من 0 إلى 2، لكن لا نستطيع التحديد. طيب فقرة باء، إذن نستبعد فقرة ألف. فقرة باء، هل أكبر عدد من الجرامات موجود في رقائق حبوب الإفطار هو 11؟ نفس الفكرة، لا نستطيع. نعلم أنه أكبر جرامات من 9 إلى 11، ولكن لا نستطيع أن نحدد تحديدا كم الرقم. إذن نستبعد فقرة باء. نقرأ فقرة جيم، معظم رقائق حبوب الإفطار تحوي من 3 إلى 5 جرامات من السكر. ما رأيكم؟ نلاحظ من 3 إلى 5 هو أطول عمود، فبالتالي فعلا الإجابة الصحيحة هي جيم، التي وفقا لهذا المدرج تكون صحيحة. إذا في درسنا اليوم تعلمنا عن المدرجات التكرارية، وذكرنا لكي نرسم المدرج التكراري نتبع ثلاث خطوات بسيطة. الخطوة الأولى، نرسم محورين أفقي ورأسي ونسميها ونكتب العنوان، مهم جدا. الخطوة الثانية، المحور الأفقي دائما نقسم على حسب الفئات التي في الجدول، وأخيرا نرسم عمود لكل فئة بحيث يساوي ارتفاعه التكرار المقابل. هذا ما لدينا في درس اليوم، شكرا لكم، نتمنى لكم الفائدة، نراكم بإذن الله في دروس قادمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.